يسعد ايامكم اصدقائي من جديد. والحقيقه على قدر ما كان فريد الفنان مبدع، على قدر ما فريد الانسان يرتقي الى مستوى فريد الفنان. احدى القصص، وهون بدي احيي روح فناننا الكبير الله يرحم ترابه الاستاذ وليد ابو الحسن، والممثل الخالد نبيه ابو الحسن بيكون خاله. الحقيقه في عنده النادي اسمه نادي الجلاء، وهذا على لسان الاستاذ وليد ابو الحسن. نادي الجلاء نادي رياضي اجتماعي بيقوم بواجباته تجاه الناس. وقت اقترحوا، لان كان عندهم مشروع بدهم يعملوه لصالح الانسان، وكان فريد في لبنان بيعملوا وفد من قبل النادي الى الفندق البريستول، وبياخذوا منه موعد لفريد وبيقابلوا. هلا الموضوع كان بيطرح علي انه نتمنى عليك اذا في مجال بدنا نعمل حفله بكازينو لبنان، حفلة فنية لصالح المشروع الفلاني، وشرحوا له لفريد واستمع فن الإصغاء عند فريد الأطرش، كان يوازي فن الكلام، وهيدي من شيم كبار النفوس واللي عندهم خبرة بهالإنسانية شروا اللي عم يسمعونا. بيقولوا له يعني كل أملنا بوجودك تكون نجم هالاحتفال، وطبعا هذا طموح كبير. بس سؤالنا قبل ما نبتدي برسم خطوط الحفلة، قديش رح تكلفنا الشغلة هيك بكل محبة؟ والله فريد كان واضح كتير، قال لهم شغلة كم مقعد في بالكازينو نعرف كلنا، هو بيعرف فريد الموضوع. قالوا له والله عم تحسب حساب بحدود 1000 مقعد. قالوا يعني حتكلف بحدود 40,000 دولار. لما سمعوا بالرقم الحقيقة تهيبوا الموقف وما صدقوا اللي عم يسمعوه، يعني تلبكوا وقالوا له انه 48 ساعة منكون مجاوبينك مع شكرنا، لاني كانوا منتظرين انه يتقدم لهم تقديم الموضوع او نص الاجر. المهم انه فريد طرح الموضوع بشيء يليق بفريد الأطرش. لك بيروحوا بعد 48 ساعة بيتشاوروا وبيقولوا له أستاذ فريد على التليفون، طبعا نحن اتكلنا على الله ونتمنى انه امتين وقتك سمح لك بالشهر الفلاني، كانت بعد منها بشو شهر ونص تقريبا موعد الحفلة اللي هني قرروها حتى يبيعوا فيهم، يبيعوا الكروت ويتحركوا الدعوات. والله اتفقوا على الموعد، وكان بحدود شو 40 يوم بعيد عن الوقت اللي حكوا فيه بالتليفون. بتفاجئوا ال1000 كرت، الكرت ب$100، عم نحكي نحن من يعني من أكثر من 50 سنة، $100. بيتفاجئوا خلال أسبوع كانوا بايعين ال1000 كرت، لأنه هني مجموعات راحوا وفي رصيد بالمجتمع وفي مصداقية تجاه العالم عند الأستاذ وليد الله يرحم ترابه والمجموعة اللي كانت بجنبه. أسبوع واحد اسم فريد الأطرش من النص والكرت ما أطرت عند حدا، وكان المبلغ اللي طلعوا فيه $100,000. هذا كلام باسم أستاذ وليد الله يرحمه. ما بيصدقوا بعد أسبوع دغري، ما بيصدقوا أيمت بدهم يحكوا مع موسيقار فريد الأطرش تيقولوا له أنه أيمت فينا نشوفك حتى الشيء اللي طلبته. طبعا قالوا في أوركسترا وفي طبعا حطهم بجو وقداء يعني شيء التكاليف. بياخذوا موعد منه بينزل على الاوتيل من جديد بعد خلال شو 10 ايام.
بيشوفوه بصير في حديث وبيقولوا له 40,000 دولار معنا صاروا. والحمد لله اسم حضرتك كان كافي انه يتباع التذاكر كلها خلال اسبوع. بيصمت فريد وبيبتسم ابتسام كثير عريضه. قال له هودي ال 40,000 دولار، يعني عنده الربح 60,000 دولار، بس هودي ال 40,000 اللي طلبته منكم رجعوهم لصالح نادي الجلاء، لانه انا لو ما قلت لكم انه بتكلفكم 40,000 دولار، هل كنتوا تحمستوا مثل الحماس اللي قلت لكم اياه حتى تجيبوا هالمبلغ؟ الايام علمتني انه كل شيء بيتقدم مجانا بدون شروط مسبقه يبقى ما له ثقل وما له حجم على المطلوب منه، بالعكس تمام بصير في نوع من الاهمال، وكل شيء ببلاش بكل اسف بيقابله شيء من اللامبالاه، حتى ولو كان هذا كلام فريد الاطرش، حتى ولو كان فريد الاطرش. وما كنتوا فيكم بعتوا التذاكر لو قلت لكم شغلي مقدمه مني، كانت العمليه بدها تروح بالدردخانه وبتطلعوا بالاخير بربح ما بيوازي ربع اللي هلق طلعته. لذلك تعتبروا هالموضوع مقدم مني لنادي الجلاء بكل طيبة خاطر، وأنا سعيد لأنكم عم تشتغلوا لصالح الإنسان الحقيقة. يعني هاي قصص من مثل قصص ألف ليلة وليلة، لأنه فريد على قدر ما عنده درر ببحر عطاءاته بالبعد الفني، عنده درر من القصص ببحر عطاءاته بالبعد الإنساني. حبيت أنقل هالصورة اللي بتعطينا عن هيك الوجه المشرق العظيم اللي خلى كل اللي بيحبوا فريد، ما في محبين لفريد الأطرش، في عشاق فريد الأطرش. ليش عشاق؟ لأنه مش قادرين نميز ما بين فريد الإنسان وفريد الفنان. ويعطيكم ألف عافية.